يا صاحبتي، ودي البيت بتاعك في العشة وتعالي يلا عشان نقعد شوية مع بعض، ولا انت هتفضلي قاعدة جنب البيت لغاية ما الكتاكيت الحلوة بتاعتك تطلع؟ ايوه انا هفضل قاعدة جنبهم في العشة علشان انا خايفة عليهم، احسن الطفل الطائر يجي يخطفهم مني. هفضل قاعدة جنبهم، انا خايفة عليهم، خايفة عليهم قوي. طفل طائر ايه بس؟ انا سايبة توتي بنتي بتلعب في الحديقة من الصبح ومفيش اي حاجة حصلت لها، انت بتصدقي الكلام ده؟ كبري دماغك. لا انا مش هسمع كلام حد خالص، انا هفضل قاعدة هنا في العشة لغاية ما البيض يفحص وكتاكيتي الحلوة تطلع، وهفضل محافظة عليهم وهقعد بيهم في العشة ومش هطلع خالص. ايوه انا عارفة ان الطفل الطائر ده حاجة حقيقية، وهو ممكن يجي في اي لحظة ويخطف الكتاكيت الصغيرة. قال بيقول الطفل الطائر مش حقيقي. لا حقيقي، انا هفضل هنا ومش هخرج ولادي ابدا بره العشة. انا هروح دلوقتي عند حديقتي الفراخ، واي كتكوت صغير هشوفه هخطفه بسرعة. محدش هيقدر ياخد الكتاكيت الصغيرة مني، انا هخطفهم من غير ما حد يشوفني. وبعدين انا هخطفهم ومش هأذيهم، انا هخليهم يقعدوا يونسوني عشان انا قاعد لوحدي في البيت المهجور، هاخدهم واخليهم صحابي. مبروك يا صاحبتي، انا شايفة الكتاكيت الصغيرة الجميلة طلعت من البيت. يلا بقى يا حبيبتي سيبوهم يجروا براحتهم ويلعبوا في الحديقة مع اصحابهم. يلا يا حبيبتي، انت هتفضلي قاعدة في العشة كده خايفة عليهم؟ حرام عليكي، سيبوهم ياخدوا راحتهم عشان يكبروا وجسمهم يكبر. يلا يا حبيبتي. لا انا مش هسيبهم يلعبوا لوحدهم، انا خايفة الطفل الطائر يجي في اي وقت وياخدهم. وصدقيني يا حبيبتي الطفل الطائر ده حاجة حقيقية، صدقيني ما تسيبيش اولادك يلعبوا لوحدهم في الحديقة. انا جاي لك يا كتاكيتي يا حلوين، اخيرا اخيرا هيبقى ليا اصحاب كتير يونسوني في البيت المهجور. بس يا رب يكونوا بيلعبوا لوحديهم وامهم ما تكونش موجودة معاهم، مش هعرف اخطفهم كده. لو امهم موجودة معاهم مش هعرف اخطفهم، ممكن امهم تأذيني. لازم امهم ما تكونش معاهم ويكونوا بيلعبوا لوحديهم عشان اعرف اخطفهم. انا مش شرير، انا مش شرير، انا نفسي يكون لي اصحاب كتير، انا عايش لوحدي بقالي كتير في البيت المهجور ومفيش حد بيسأل عليا ولا حد بيقول لي تعالى نلعب مع بعض، الكل بيخاف من شكلي علشان انا شكلي وحش. شفتي يا اختي الفرخه صاحبتنا حاسه الكتاكيت ازاي في العشه؟ ده موقفه يا اختي كمان اديك حارس على العشه من بره علشان اولادها ما يعرفوش يدخلوا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عيد ميلاد توتي بنتي قرب وعايزه اولادها يجوا يحضروا مع توتي بنتي العيد ميلاد علشان يفرحوا ويفرحوا توتي بنتي. هو ينفع اللي بيحصل ده؟ ما تعقليها يا اختي ولا تقولي لها اي حاجه، ولادها مش هيجوا يحضروا العيد ميلاد ولا ايه؟
يا اختي ده انا غلطت معاها من كتر الكلام وقلت لها تسيب اولادها يجروا ويلعبوا، ده حتى كده الاولاد هيتعقدوا لما يشوفوا اصحابهم بيلعبوا قدام منهم في الحديقه وبيجروا ويتنططوا وهم محبوسين. يا عيني عليهم يا عيني، صعبانين عليا قوي واقفين بيتفرجوا علينا ازاي، يا عيني عليهم يا حرام. وبعدين طفل طائر ايه اللي خايفة منه؟ ده احنا لو اتلمينا عليه كلنا هنموته ومش هنخلي فيه حتة. هي خايفة من ايه طول ما احنا معاها؟ ما تخافش. ماما ماما احنا عايزين ننزل ونلعب مع اصحابنا يا ماما، عايزين نفرح يا ماما ونتنطط في الحديقة زي اصحابنا يا ماما، وبعدين عيد ميلاد توتي صاحبتنا بكرة، عايزين نروح نحضر العيد ميلاد يا ماما، ارجوك يا ماما عايزين شرط. ما تروحوش بعيد، تفضلوا تلعبوا في نفس المكان اللي انتوا فيه ده، علشان لو خالفتوا اوامري مش هنزلكوا تاني. ايه رأيكوا؟ يلا بقى العبوا براحتكوا. سلام يا حبايبي، اشوفكوا كمان شوية. سلام. ازيكم يا حبايبي، تعالوا انا صاحبكم الجديد، ما تجروش مني ما تخافوش. تعال انت يا صاحبي، تعال انا امسكك. تعال يا صاحبي ما تخافش. يا صاحبي انا مش هاذيك، ما تخافش مني، انا عايزك بس تقعد معايا هنا في البيت المهجور علشان تونسني، علشان انا عايش لوحدي ومفيش حد بيلعب معايا. انا مش هاذيك يا صاحبي، ما تخافش مني ما تخافش. الحق يا ماما، الطفل الطائر خطف سوزي يا ماما، الحق يا ماما الحق. ده اللي انا كنت خايفه منه يا سوسو، انا مكنتش عايزه اخرجكم من العش علشان عارف ان الطفل الطائر ممكن يجي في اي وقت ممكن يخطفكم. انا عندي فكره، احنا هنبعت كوكو ابنك يقف عند الشجره وينادي على سوسو، والطفل الطائر هيسمع الصوت وهيجي، واول ما هيجي على الصوت هنقف ورا الشجره وهنرمي عليه الشبكه وهنحبسه فيها وهنعرف منه مكان اخو سوسو. فكرة هايلة، شكرا يا حبيبتي، يلا بينا عشان ننفذها بسرعة. يا سوسو يا سوسو، انت فين يا سوسو؟ رد علي يا سوسو. سوسو سوسو انت فين يا سوسو؟ رد علي يا سوسو، رحت فين؟ انا سامع صوت الكتكوت وهو بينادي على اخوه، اما اروح بسرعة اختفي هو كمان، هيبقى عندي 2 صحاب بدل ما هيكون عندي واحد. اما اجري بسرعة واروح اخطفه هو كمان قبل ما مامته تيجي. اما اروح بسرعة، انا فرحان قوي، هيبقى عندي 2 اصدقاء العب معاهم. يا سوسو يا سوسو انت فين يا سوسو؟ يا سوسو تعالى يا صاحبي انت كمان، انا عارف مكان سوسو، تعالى معايا. رايح فين يا صاحبي؟ ما تخافش مني، انا مش هاذيك. تعالى تعالى يا صاحبي تعالى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت رميت ايه عليا؟ طلعوني طلعوني طلعوني، حرام عليكم، انا مش هاذي حد، طلعوني. احنا مش هنطلعك الا لما تقول لنا انت حبست سوسو فين. يلا قول بسرعه، قول حبست سوسو فين بسرعه. حاضر حاضر هقول لكم، سوسو في البيت المهجور، روحوا خدوه من البرميل روحوا. النهارده يا حبايبي بمناسبة رجوع سوسو بالسلامة وبمناسبة عيد ميلاد بنتي توتي، توتي عندها هدية ليا، عندها أغنية عايزة تغنيها ليا وعاملها لي هدية. يلا يا توتي قولي الأغنية بتاعتك. لا